السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا اليوم عن الأدرز. أول حاجة نراجع على كيف طريقة الجمع بالباينري، تمام؟ لو نذكر طريقة الجمع عندنا لما نجمع رقمين، مثلا نفرض عندنا رقم 13 زائدا 15، تمام؟ نبغى نجمعهم، حنجمع خانة الآحاد مع بعض أو الخانة الأولى مع بعض، حنجمع الخانة الثانية مع بعض. طبعا إذا كان عندنا فائض من الخانة الأولى حينتقل لين الخانة الثانية، تمام؟ 3 زائد 5 عندنا ب8، 1 زائد 1 عندنا ب2. هذه طريقة الجمع عندنا بالأرقام العادية. في الباينري نفس الفكرة، تمام؟ 1 0 زائد 1 1، 1 زائد 0 1، 1 زائد 1 0، وعندنا فائض 1 نوديه للخانة اللي بعدها، بما إنه ما في شيء عندنا هنا ننزله. 1 0 1. احنا الان في الادرز، تمام؟ نبغى نخلي نسوي سيستم، تمام؟ او سيستم، تمام؟ بحيث ان نجمع لنا الارقام. طيب نشوف اول حاجه. اول حاجه عندنا اللي هي الهاف ادر، تمام؟ الهاف ادر انا عندي هنا هذا، لو تشوف التروث تيبل حقها عندي حرفين او اثنين فاريبل، تمام؟ ابغى اجمعهم اللي هم الاي والبي، تمام؟ يوم اجمع الصفر مع الصفر، تمام؟ انا عندي الان لو نفرض صفر زائد صفر حيعطيني صفر، تمام؟ ركزوا الآن على الخانة هذه اللي هو خانة السم، تمام؟ خليكم من خانة الكاري اللي هي خانة الفايض، تمام؟ عندنا، تمام؟ صفر زائد واحد بيعطينا واحد، والفايض ما عندنا فايض، تمام؟ واحد زائد صفر نفس الشيء، عندنا الناتج واحد اللي هو السم واحد، وما عندنا فايض هنا، تمام؟ لو جمعنا واحد زائد واحد، الخانة السم أو المجموع صفر، بس إنه عندنا فايض واحد، تمام؟ فصار عندنا في الأوتبوت عندنا حاجتين اللي هم السم والكاري، السم اللي هو المجموع والكاري اللي هو فائض عندنا من المجموع، تمام؟ اللي هو إذا كان عندنا مثلا لو انفرضنا هذا المثال اللي هو اللي فيه الفائض اللي هو واحد زائد واحد، تمام؟ لو فرضنا انهم هذول خانة الآحاد عندنا في الباينري، نسميها خانة الآحاد في الباينري، تمام؟ واحد زائد واحد، مع انه هذا أكبر رقم أقدر أحطه في خانة الباينري، حرجعه صفر وأفتح خانة العشرات اللي هنا وأحط فيها واحد، بما أنها فاضية حقوم أنزلها، تمام؟ هذا هو الهاف آدر. طبعا هنا نقدر طلعنا منه التروث تيبل، من التروث تيبل طلعنا المعادله حقته وسوينا لها رسم. هذا الرسم حقت ايش؟ الهاف ادر، تمام؟ احنا مش مهتمين بالرسمه كثير بقدر ما نهتم بوظيفه الهاف ادر. انا عندي رقمين يجمعهم لي، تمام؟ رقم A ورقم B، تمام؟ وعندي المجموع والفايض، تمام؟ او المجموع والفايض. اذا كانوا اذا كان الرقم 0 0 المجموع صفر والفائض صفر، إذا كان الرقم صفر واحد المجموع واحد والفائض صفر، إذا كان مجموع واحد زائد صفر المجموع واحد والفائض صفر، إذا كان واحد زائد واحد فالمجموع صفر والفائض عندي واحد، تمام؟ هذا هو الشكل حق الهاف آدر، تمام؟ نروح الآن لو أنا أبغى أجمع ثلاثة فاريبل، تمام؟ في شيء عندي اسمه الفول آدر، تمام؟ الفول آدر هذا يجمع لي كم؟ يجمع لي ثلاثة فاريبل A B و C، تمام؟ نفس الفكرة، أنا هنا عندي المجموع وهنا عندي الفايض، تمام؟ طبعا أنا حفرض، ما أن الأرقام هذه مكونة كلها من خانة واحدة، حفرض أنها خانة الآحاد. صفر زائد صفر زائد صفر هيعطيني الناتج صفر وفايض صفر. بنفس الطريقة هنا، صفر زائد صفر زائد واحد المجموع واحد والفايض صفر. صفر زائد واحد زائد صفر المجموع واحد والفايض صفر، تمام؟ ولا ما لا نهاية. طبعا اذا مثلا لو نجي عندنا حاجات ابغى اسوي لها هيئات التروث تيبل هذه، اللي هو لما نجمع يكون الانبوت كله عندنا واحد، اللي هو هذا اللي هو هنا، تمام؟ واحد زائد واحد زائد واحد عباره عن واحد واحد. كيف جبناها؟ طيب ناخذها حبه حبه، تمام؟ ناخذ اول حاجه نجمع رقمين، واحد زائد واحد حيث عندي صفر وفايض عندي واحد، نزود معها الواحد الثالث زائد واحد. طبعا الناتج من الواحد واحد اللي في البدايه هذه، تمام؟ الناتج فيها لو قلنا ان هذه هي عباره عن خانه الاحاد، تمام؟ خانه الفيرست، الخانه الفيرست عندنا، تمام؟ فالناتج حقها صفر، تمام؟ وفايض عندها في الخانه الثانيه او خانه العشرات عندنا، تمام؟ صار عندنا واحد، تمام؟ والسي اللي حنجمعها والفاريبل الثالث حنجمعه طبعا حيكون فين؟ في خانه الاحاد. فعشان كذا طلع عندنا جمعنا الواحد هذا جمعناه مع الصفر، فعندنا واحد زائد صفر طلع لي بواحد، وهنا ما انه ما في شيء هذا الواحد حينزل زي ما هو، فصار الجواب واحد واحد، تمام؟ هذا هو الفول ادر، تمام؟ من التروث تيبل
عرفنا نجيب المعادلة أو جبنا المعادلة وجبنا الرسمة حقته زي ما انتم شايفين هنا، تمام؟ أنا ما يهمني الرسمة بقد ما يهمني الوظيفة حقت الفول آدر، تمام؟ إيش وظيفة الفول آدر؟ يجمع لي ثلاث أرقام، هذا هو الرسمة حقته، تمام؟ يجمع لي ثلاث أرقام كلها في نفس الخانة، تمام؟ يعني إذا كان عندي رقم مثلا من خانة ثانية ما ينفع أجمعه باستخدام الفول آدر، ضروري يكونوا كلهم من نفس الخانة، خانة الآحاد يكونوا كلهم، أو خانة العشرات يكونوا كلهم، أو خانة المئات يكونوا كلهم، تمام؟ يعني أنا الآن ما ينفع أجمع رقم، تمام؟ الآن لو نجي نفرض نحط مثال عندنا في الأرقام العادية، تمام؟ مثلا لو أجي أجمع 13 زائدا 6، تمام؟ أنا ما أجمع، حجمع 6 مع إيش؟ مع الثلاثة، ما حجمعها مع العشرة، مع الواحد اللي هنا. وليش؟ عشان الستة في خانة الآحاد والثلاثة في خانة الآحاد، فستة زائد ثلاثة تسعة. الواحد ينجمع مع انه ستة هنا ما في شيء، فأي شيء إذا نعتبره بصفر، مع انه صفر على اليسار عندنا ما يسوي لنا أي فارق، لو عندي هنا 10 أصفار، صفر هنا صفر هنا ما هيفرق عندي، تمام؟ ما الأصفار على اليسار ما تأثر، فأحط صفر، واحد زائد صفر واحد. نفس الفكرة في الفول آدر، هذه ضروري تكونوا مركزين على الموضوع هذا، أنه في الفول آدر نجمع الأرقام مع بعض نفس الخانة. ضروري تكون كم نجمع رقم نقدر؟ ثلاث ارقام في الفول ادر. في الهاف ادر كم نقدر نجمع رقم؟ رقمين، تمام؟ الان نروح عندنا شيء اسمه ريبل ادر. طيب احنا الان كنا قاعدين نجمع ارقام من خانه واحده، كيف انا ابغى اجمع ارقام تتكون من خانه، من اكثر من خانه؟ انا مثلا عندي A وعندي B، تمام؟ عندي A يتكون من ثلاث خانات، واحد صفر واحد، والبي يتكون كمان من ثلاث خانات اللي هي واحد واحد واحد. أنا كيف حجمعهم؟ أنا حجمع أول حاجة خانة الآحاد مع خانة الآحاد، تمام؟ وإذا كان في فايض، إذا كان عندي فايض حطه هنا، تمام؟ بعدين اللي هو هذه خانة العشرات، بعدين خانة العشرات حجمعها مع بعض مع طبعا الفايض، بعدين حجمع خانة المئات مع الفايض من إيش؟ من خانة العشرات، إذا كان في فايض من خانة العشرات هيجي وحنحط هنا وحجمعه مع خانة المئات، تمام؟ طيب الآن نجي للمثال هذا، نحل واحد زائدا واحد صفر وفايض واحد، تمام؟ بعدين نجمع خانة العشرات واحد زائدا صفر بواحد زائدا واحد بصفر والفايض واحد، واحد زائدا واحد بصفر واحد، في عندنا فايض وهنا الجواب حقها صفر اللي هو واحد زائدا الواحد هذا، تمام؟ بعدين نجمعها مع الواحد فيصير عندي واحد هنا، وطبعا الفايض هذا ينزل، تمام؟ فصار عندي واحد زائدا واحد 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 صفر صفر، هذا الجواب عندي لعملية جمع واحد صفر واحد زائد واحد واحد واحد. طيب الآن لو ملاحظين هنا عندي، تمام؟ قبل ما نرجع قبل ما نحل، تمام؟ الواحد زائد واحد، أنا حنا قبل شوية لما كنا قاعدين نتكلم على الآدرز، يوم نجمع رقمين كيف نجمعهم؟ نستخدم هاف آدر، تمام؟ طيب الأوتبوت حق الهاف آدر حيطلع لي اثنين أوتبوت، تمام؟ المجموع او السم او الاس والكاري، تمام؟ اللي هو الفايض او الخانه اللي بعدها، او اذا كان مثلا قاعدين احنا الان في المثال هذا قاعدين نجمع ايش؟ خانه الاحاد، تمام؟ او الخانه الاولى، تمام؟ السم حيكون جواب الخانه الاولى، الكاري حيكون الفايض من الخانه الاولى حيكون ايش؟ الخانه الثانيه، تمام؟ بعدين انا لما اجي اجمع، انا هنا طلع عندي فايض صح؟ صفر، هنا طلع عندي فايض، انا كيف حجمع الارقام هذه؟ انا عندي كم رقم؟ عندي ثلاث ارقام اجمعها مع بعض، ايش حستخدم؟ يوم اجمع ثلاث ارقام حستخدم فول ادر اللي هو يجمع لي ثلاث ارقام، طبعا الرقم الثالث جاء من فين؟ جاء من ايش؟ جاء من الفايض حق مجموعين الرقم الاول، تمام؟ نفس الموضوع في الرقم الثالث، تمام؟ في الخانة الثالثة، تمام؟ عندي كم رقم؟ إذا كان عندي طبعا احنا نحتمل إنه في فائض في الخانة الثانية، يمكن ما يكون في فايض عادي، تمام؟ اذا ما كان في فايض ثلاث ارقام مجموعه بس الرقم الثالث حيكون زائد صفر فما حيأثر عندنا، تمام؟ الخانه الثالثه بنفس الطريقه، تمام؟ انا عندي كم رقم؟ ثلاث ارقام، فين الرقم الثالث هذا الواحد هذا اللي هنا من فين جاء؟ تمام؟ جاء من الفايض حق الخانه اللي قبله، تمام؟ صار عندي ثلاث ارقام، كيف حجمع الثلاث ارقام هذه؟ باستخدام كمان فول ادر، تمام؟ طيب الآن لو نجي نرسم هذا الفول ادرز مع بعض، طيب الآن حخلي هذا الهاف ادر حخليه فول ادر، والانبوت الثالث حخليه صفر، مع انه واحد زائدا واحد زائدا صفر هي نفسها واحد زائدا واحد اللي هي صفر واحد، فمش فارقة معانا الصفر هذا الزائد، تمام؟ فأنا حخليه
كفول ادر عشان تصير العمليه ابسط. تمام، نجي نرسمهم. اول فول ادر، تمام، بعدين عندنا ثاني فول ادر، بعدين عندنا ثالث فول ادر. وليش ثلاثه فول ادر؟ عشان انا عم بسوي كم عمليه جمع، هنا عمليه جمع واحده، وهنا عمليه جمع الثانيه، وهذه عمليه الجمع الثالثه. ايش الانبوت حق العمليات؟ تمام، خلينا بس نحذف الحاجات الزايده. ايش الانبوت طبعا حق الفول ادر الاول؟ حقولنا طبعا هذا ايش اسم الخانه هذه. طيب الان لو جينا نسمي البتات هذه، ايش حسميه هذا؟ حسميه ايه؟ زيرو، مع انه البتات تبدا عندنا بالباينري من الزيرو. تمام، رقم الباينري رقم البت ايه زيرو. هذا ايش اسمه؟ ايه 1. هذا ايش اسمه؟ ايه 2. تمام، نفس الموضوع هنا. خانه الاحاد هنا نسميها، هنا بما ان عندنا الحرف بي، فحيكون هنا بي 0 بي 1 بي 2. ايش حيكون عندي انبوت في اول عمليه جمع؟ حيكون اي 0 وبي 0. تمام، فانا حدخل الباينري الفول ادر اي 0 وبي 0. فاول عمليه جمع، هل في رقم ثاني حيطلع لي 5 عشان احطه في عمليه الجمع هذه؟ لا، فحسميه هذا سي 0 او احط عنده علامه صفر، فما انه الصفر في عمليه الجمع ما ياثر عندنا. تمام، نروح حيطلع لي ايش الفول ادر؟ حيطلع لي سم، حيطلع لي كاري. هذا حسميه ايش؟ اس 0 او عمليه الاحاد او مجموع الاحاد. تمام، هذا حسميه سي 1. تمام، السي 1 هذا ايش هو؟ هذا الفايض. الفايض هذا انا الجواب هذا ما حيتغير عندي خلاص. تمام، هذا اللي ايش حيصير؟ حيروح ينجمع مع عمليه الجمع الثاني، فانا ضروري اضيفه لفين؟ للفول ادر الثاني. فانا حوديه زي هنا، حدخله الفول ادر هذا. تمام، حدخل معاه ايش؟ الاي 1 والبي 1 اللي هما عمليه الجمع الثانيه او عمليه ايش؟ العشرات عندي. تمام، مع انه هذه كانت عمليه الاحاد، حيطلع لي مجموع الاحاد مع الفائض من الاحاد اللي هو دائما حيكون ايش؟ الخانه اللي بعدها او خانه العشرات. مع انه الاي 1 والبي 1 في خانه العشرات، فهم حينجمعوا مع ايش؟ مع السي 1. تمام، حيطلع لي نفس الطريقة، حيطلع لي سم خانة العشرات أو سم 1. تمام، حيطلع لي إيش؟ كاري 2. الكاري 2 هذا الفائض من خانة العشرات أو خانة المئات. أنا الآن هنا عندي كمان عندي خانة مئات هنا، فالسي 2 حيندمج لي مع البي 2 والاي 2. تمام، ففين حيروح؟ حيروح للفول أدر الثالث. تمام، حيصير كإنبوت. تمام، وحيجمعه مع إيش؟ مع الاي 2 والبي 2. بنفس الطريقة حيطلع لي قيمتين الفول ادر اللي هو المجموع حق خانة المئات. تمام، اللي هو السي الاس 2، وحيطلع لي كمان الايش السي 3. السي 3 هذا هل فيه عملية جمع زايدة؟ بس خلاص الاوتبوت النهائي حقنا يطلع عبارة عن سي 3 سي 2 سي 1 سي 0. معلش، سي 3 S2 S1 S0، هذا الاوتبوت النهائي عندنا. تمام، طبعا مرات احنا نقول انه عدد نفس البت اللي في الانبوت هي بتكون نفسها عدد البت اللي في الاوتبوت اذا كان عندي 3 بت انبوت. تمام، فالمفروض يكون عندي 3 بت اوتبوت، فمرات نسوي ايش؟ نتجاهل البت الكاري 3 هذه او اللي ما لها عمليه جمع زياده، نتجاهلها بس، فيصير الاوتبوت عندنا عباره عن S2 S1 S0 فقط. تمام، نروح للرسمة. مثلا لو جبنا 4 بنفس الطريقة، تمام، هنجمع أول رقمين اللي هم خانة الأحاد A0 و B0، تمام، مع الكاري 0 في العادة يكون رقم 0. تمام، حيطلع لي المجموع والفايض، الفايض بيروح للخانة اللي بعدها بنفس الطريقة، حتى لو صار عندنا إيش؟ أربع أرقام نجمعهم مع بعض، أو رقم فيه أربع خانات، مش أربع أرقام، رقم فيه أربع خانات بنفس الطريقة حق نفس الرقم حق ثلاث خانات. تمام، هذا هو ايش الريبل ادر. تمام، الان نروح الاكستراز. عندنا اول اكسترا عندنا اليوم اللي هو كيف نسوي فورم الفول ادر يوزنج هاف ادرز. طيب الان ايش وظيفه الهاف ادر؟ نراجعها. وظيفه الهاف ادر زي ما قلنا
نجمع رقمين تمام، تجمع بس رقمين. طيب واحد زائدا واحد، واحد زائدا واحد بصفر واحد، او صفر واحد زائدا بعض، او واحد صفر، او صفر صفر، صفر زائدا صفر بصفر، واحد زائدا صفر بواحد، صفر زائدا واحد بواحد. طيب الان طبعا هنا الخانة الثانية طبعا حتكون بصفر تمام. الان انا كيف اجمع رقمين؟ كيف اجمع اسوي فورم للفول ادر باستخدام هاف ادر؟ طيب الان هاف ادر وظيفته نجمع الرقمين. خلينا نرسم هاف ادر الاول حقنا تمام. هذا هاف ادر، الانبوت حيكون هنا في هنا تمام، هذا الانبوت A و B تمام، والاوتبوت اللي بيطلع لي هنا تمام اللي هم السم والكاري. طيب انا الان هنا ايش سويت؟ انا الان سويت عملية جمع لكم رقم؟ الرقمين. الفول ادر ايش يسوي؟ الفول ادر قاعد يجمع لي كم؟ ثلاث ارقام، A زائدا B زائدا C. طيب احنا الان لما جمعنا مع الA والB طلع لي مجموعهم سم، وطلع لي الفائض من الA والB بالكاري. انا الان لما ابغى اجمع مع، خلاص هذا طلع لي مجموع الA والB، طلع لي بالسم والكاري، لما ابغى اجمع حرف السي، طيب حسوي A زائدا B تمام، هيطلع لي سم وكاري تمام، حجمعهم مع حرف السي هنا. طيب انا حرف السي هذا حجمعه مع اثنين، مع السم او مع الكاري؟ حجمعه مع السم تمام، حجمعهم هذين الاثنين مع بعض. وليش؟ عشان ال A عندي يتكون من كم خانة؟ يتكون من خانة واحدة تمام، او خانة الاحد. ال B يتكون من خانة واحدة اللي هي خانة الاحد. ال C نفس الطريقة يتكون من خانة واحدة اللي هي خانة الاحد. المجموع حق ال A وال B اللي هو المجموع اللي هو السم، والكاري اللي هو الفائض عندنا تمام، المجموع هذا يكون مجموع خانة الاحد تمام. الفائض يكون الفائض عن خانة الاحد اللي ما تقدر خانة الاحد تتحمله، او خانة العشرات تمام. حنا قلنا انه السي خانة احد والسم هنا خانة احد، فهنجمعهم مع بعض. ما ينفع نجمع السي هذه مع السي هذه، وليش؟ عشان انهم في خانتين مختلفة، اللي هي هذه في خانة الاحد وهذه في خانة العشرات. كيف نجي نوصلهم؟ بكل بساطة يوم نجي نوصلهم تمام، انا الان صار عندي، طلع عندي سم وكاري تمام، حجيب ايش؟ هاف ادر ثاني هنا، هاف ادر تمام. انا طلع عندي من الفاف ادر الاول سم وكاري تمام، السم هذا حيتوصل للهاف ادر الثاني تمام، حجمع مع حرف السي اللي عندي، او خلينا هذه المره نخليه حرف الدي عشان ما نتلخبط مع السي اللي هنا تمام. انا حجمع حرف الاي زائدا بي زائدا دي تمام، حجمع مع ايش؟ من حرف، مع حرف الدي تمام. حيطلع لي ايش؟ حيطلع لي كمان سم وكاري. طيب السم هنا لو اسالكم هذه السم هنا تمام، او المجموع، المجموع هنا حق الهاف ادر الثاني في اي خانه؟ خانه الاحد. طيب الكاري خانه العشرات. طيب الان هذا الكاري تمام حق الهاف ادر الاول كمان في اي خانه؟ في خانه العشرات. انا الان صار عندي جوابين لخانه العشرات، ايش حسوي فيهم؟ حجمعهم مع بعض باستخدام هاف ادر ثاني، او اقدر بكل بساطه اني اسوي اللي هو بوابه اور منطقيه تمام، او اني استخدم هاف ادر على حسب. يعني هو طبعا اور حتغنيني بسبب انه لو اجيب اكبر رقم تمام اللي هو واحد زائدا واحد زائدا واحد تمام، الجواب حيكون عندي واحد واحد. وليش؟ عشان اول رقمين اجمعهم حيطلع لي صفر واحد تمام، وثاني رقم حجمعه هنا حيصير لي واحد. الفكرة انه هنا في الكاري الاول طلع لي واحد، فانا خلاص اعرف انه حيطلع عندي في الكاري النهائي حيطلع عندي رقم واحد. اذا طلع هنا عندي كاري، هنا مستحيل يطلع عندي كاري، او اذا ما طلع هنا عندي كاري، هنا حيطلع عندي كاري. عشان كذا استخدمنا بوابة اور تمام، عشان نختصر بس. يعني اذا تبغى تضمن تقدر تستخدم نفس الطريقة، خانة العشرات مع بعض ايش حنسوي؟ حنجيب هاف ادر ثالث تمام، هاف ادر ثالث نجمع فيه الكاري اللي هنا مع الكاري اللي هنا تمام، بنفس الاسلوب تمام. حيطلع لي السم، هذا هو مجموع خانة العشرات تمام اللي هو S1، وهنا S0.
طبعا هنا وليش ما عندنا اس؟ بسبب انه اوريدي وصلناها للهاف ادر الثاني، فعشان كذا يعني هي اوريدي مضمونه في الاس اللي هنا، اللي هو خانه الاحاد حق الهاف ادر الاول اوريدي مضمونه هنا في الهاف ادر الثاني، تمام؟ فالجواب عندنا حيصير اس 0 اللي هو خانه الاحاد، اس 1 هنا اللي هو خانه العشرات. بنفس الطريقه عندنا الان كيف نجمع اكثر من ثلاثه فاريبل؟ انا الان لو ابغى اجمع A زائد B زائد C زائد D، تمام، أو زائد E، ما في مشكلة، تمام. الآن أنا عندي إيش إحنا عرفنا؟ عرفنا الهاف آدر، تمام. كم يجمع لي رقم؟ رقمين. وعندي فول آدر، كم يجمع لي رقم؟ أو كم يجمع لي فاريبل؟ ثلاثة فاريبل، تمام. أنا الآن إيش أسوي لو كان عندي زي المثال هذا؟ عندي كم؟ خمسة، إيش حسوي فيهم؟ تمام. اول حاجه خلينا نجمع اول ثلاثه مع بعض، تمام. هنستخدم ايش؟ فول ادر، تمام. فول ادر انا حيجمع لي A و B و C، تمام. طبعا الارقام هنا كلها تتكون من خانه واحده، تمام. كل الارقام هنا تتكون من خانه واحده، تمام، اللي هي خانه الاحد، تمام. حيطلع لي المجموع اللي هو او السم، تمام، وحيطلع لي الكاري. خلينا نغير الحرف هذا، نخليه حرف الاف، تمام. حجمع ال A مع ال B مع ال F مع ال D مع ال E، تمام. طبعا الترتيب ما حيفرق عندنا، عملية جمع عادية، الترتيب ما حيفرق عندنا، تمام. A زائد B زائد F حيطلع لي مجموع، تمام، هو كله متكون من خانة واحدة، تمام، حيطلع لي مجموع الخانة الواحدة هذه مع الفايض، تمام، اللي هو الكاري، تمام. حسميه هذا S0 وحسمي هذا سي 0، مش مشكلة، أو سي 1، تمام، خليه سي 1 اللي هو عشان نعرف إنه الخانة اللي بعده، تمام. الآن أبغى أجمع حرف الدي مع الإي، تمام. حجمعهم كيف؟ حجمع حرف الدي مع الإي باستخدام إيش؟ فول آدر ثاني، تمام. أنا الآن هذه أقدر أحط معاهم، مع إنه الإس 0 هذه، الإس 0 هنا هذه ايش؟ مجموع ال A زائد ال B زائد ال F في خانة ايش؟ الأحاد أو الخانة الأولى، مع إنه ال A وال B وال F عندنا في الخانة الأولى، فالمجموع هذا حيكون مجموع الخانة الأولى. ناخذها كمثال عندنا، طيب، رياضيات عندنا عادية، تمام؟ 3 زائد 5 زائد 2 زائد 7 زائد 1، تمام؟ أول حاجة حنجمع 3 زائد 5، تمام؟ 3 زائد 5 حيطلع لي كم؟ 8، كله في خانة الأحد. 8 زائد 2 حيطلع لي الثمانية هذه زائد 2 حيطلع لي كم؟ 10. لو تلاحظوا الآن صار عندي كم خانة؟ خانتين، 0 1، تمام. أنا حجمع معاهم السبعة، السبعة حجمع معين مع الصفر أو مع الواحد؟ حجمعها طبعا مع الصفر. ليش؟ لأنه السبعة في خانة الأحد والعشرة والصفر في خانة الأحد، الواحد هذه في خانة العشرات، فأنا حجمع السبعة مع الصفر، فحيصير عندي الجواب كم؟ 17. ال17 هذا بجمعها مع الواحد، الواحد هذا حجمعه مع السبعة أو مع الواحد؟ طبعا حجمعه مع السبعة، وليش؟ لأن الواحد هنا عندي في خانة الأحد، والسبعة هنا عندي في خانة الأحد، نفس الخانة حجمعهم مع بعض، تمام؟ بنفس الطريقة حيصير الجواب عندي كم؟ 18، تمام؟ هذه نفس الطريقة قاعدين نسويها بس باستخدام الفول ادرز، نفس الطريقة، أنا قاعد أجمع A زائد B زائد F، أنا حيطلع معايا رقم في خانة الأحد ورقم في خانة العشرات، تمام؟ أنا حقوم أدخل خانة الأرقام الباقية اللي هو D والـ E في خانة الأحد هذيلا، أدخلهم في فول ادر، بما أن الفول ادر يستوعب إني أجمع ثلاثة فاريبل مع بعض، أدخل معاه مجموع الفول ادر الأول أو الـ S0، تمام عندنا، أدخله للفول ادر، حيطلع لي إيش؟ الاس 0 النهائيه، تمام، الاس 0 حسميها اس 0 فاينل، تمام، او النهائيه، وحيطلع لي ايش كمان؟ خانة عشرات او سي 1، تمام. طبعا انا هنا عندي سي 1 وهنا عندي سي 1، ايش حسوي فيهم؟ تمام. طبعا مع انه هنا عندي اكثر من اربع ارقام، تمام، فبوابة الاور ما حتمشي معايا، بوابة الاور اللي قلناها قبل شويه باستخدام الهاف ادر، بسبب انه لو كان عندي في الهاف ادر الاول هنا في هذا المثال، انا وليش قلنا بوابة بوابة اور هنا؟ كان هنا قلنا انه نقدر نعوضها بوابة اور، بثبت لو صار عندي جنريت الكاري هنا مستحيل يكون عندي جنريت الكاري هنا، تمام؟ فقلنا نقدر نختصرها بوابة اور،
بس قلنا الطريقة الأضمن دائما إننا نجمع الكاري أو خارة العشرات مع بعض باستخدام هاف آدر، تمام؟ فأنا إيش حسوي؟ حجمع السي 1 هذا مع السي 1 اللي هنا، حجمعهم بإيش؟ مع إنهم رقمين بس حستخدم إيش؟ هاف آدر، تمام؟ مع إن عندي رقمين فقط، تمام؟ فصار عندي الإس 1 آي مع الإس 1 آي آي، تمام؟ حجمعهم في الهاف آدر الثاني حيطلع لي سم خانة العشرات أو سم واحد، وإيش؟ كاري لخانة المئات أو كاري اثنين، تمام؟ فالجواب عندنا إذا قال لنا السؤال إنه ما في مشكلة يكون عندي ثلاث خانات في الجواب، تمام؟ حيصير سي 2 اللي هو الفائض في خانة المئات، والإس 1 الإس 1 هنا اللي هي مجموع خانة العشرات، إس 0 اللي هو مجموع خانة الأحد. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انضم معنا الآن واشترك بالقناة ليصلك كل جديد. وايساج معا نحو مستقبل مشرق.